صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب في السكن الجامعي، أضع المنبه على وقت صلاة الفجر، وفي بعض الأحيان لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل علي إثم في ذلك؟ أنت عملت السبب وغلبك النوم، أنت معذور بهذا، هذا غلبك النوم وأنت ناوي القيام وعامل سبب الاستيقاظ، ولكن غلبك النوم، أنت معذور بهذا. نعم.